هذا كريس تايسون صانع محتوى على يوتيوب وهو جزء من فريق قناة مستر بيست، القناة الأكبر في اليوتيوب حول العالم، 146 مليون مشترك بها، قناة كبيرة جدا لدرجة أن مقاطعهم ليست مترجمة فقط بل مدبلجة حتى للغة العربية عن نشر مقاطع الفيديو على هذه. يعني المحتوى لديهم يفهمه ويشاهده كل العالم باختلاف لغاتهم وأعمارهم. كريس هذا شاب أساسي في القناة، وفي كل التحديات كان يتولى الجانب الذكوري، يعني كان يقوم بالأعمال التي تتطلب قوة بدنية وما شابه، رجل يعني، بل أنه حتى كان متزوج ولديه طفل. وفجأة وبدون سابق إنذار ظهر لمتابعيه بهذا الشكل، شعره طويل بشكل مريب، يرتدي ملابس نساء، يضع طلاء أظافر، يتمايل ويترنح ليسأل الجميع ماذا حدث لك؟ ليجيب عليهم قائلا لا شيء، فقط كنت أخذ هرمونات جنسية لأصبح أنثى من شهرين. طيب ألست متزوج ولديك طفل؟ ليجيب هو لما خبرتكمش تطلقنا. يقول كريس في أحد تغريداته أن الهرمونات التي أخذها كانت سببا في سعادته، بل هو سعيد جدا لأن هناك الآلاف ممن اتخذوا خطوة تغيير جنسهم وأخذ هرمونات بسببه. هذا الشخص الذي أحدثكم عنه قدوة لملايين الأطفال حول العالم، فلن تفتح اليوتيوب إلا ستكون في قائمة الاقتراحات لديه. نادر جدا أن تجد مقطع واحد لديهم لا تقل مشاهداته عن 100 مليون مشاهدة، في دعوة لكل طفل بريء أنك إذا شعرت أنك لا تنتمي لجسدك تحول مثلي، يقول كريس. وإذا شخص لا يعجبه هذا القرف، تعهد كريس برفع قضية عليه، وقد فعل بالفعل مع شخص شارك صورة له قبل وبعد. فبمجرد رفضك لهذا الأمر كما نفعل الآن يجعلك في مرمى نارهم. ما وراء كواليس صناعة الألوان. أيها الأحبة، التحول في الغرب أصبح موضة، تجاوزنا مرحلة الترويج له سواء في الألعاب، في الكرتون، في الأنمي، في تطبيقات التواصل الاجتماعي، في لاعبي كرة القدم، في الأندية إلى آخره. نحن الآن في مرحلة التطبيق لا الترويج. مثلا تخبرك وزارة الصحة الأمريكية أن تغيير الجنس سيصبح أمرا طبيعيا في البلاد، أو رئيس مستشفى بوسطن الأمريكية يقول أنه لا بد من زيادة الطاقة الاستيعابية لعمليات التحويل للأطفال، أو تجد المؤسسات في الغرب تضع خيارات الجندر كالآتي: تخيل بدل أن تختار بين ذكر وأنثى فقط أصبح هناك 20 نوع للاختيار منه الآن. الأمر وصل إلى أنك لو قلت يوجد جنسين فقط ذكر وأنثى سيتم فصلك من جامعتك كما حدث مع هذا الطالب. ومن يرفض من المسلمين في الغرب هذا الأمر يتم تهديدهم باختطاف أبنائهم كما حدث مع هذه السيدة المسلمة. فقط قامت بانتقاد أحد الشواذ هناك لأنه يقوم بدعوة الأطفال للتحدث معه بشكل خاص عبر صفحاته. That has more privacy. So you've decided to go no contact with your family. ليقوم بتهديدها ونشر صورة لها بدون حجاب وتهديدها باختطاف أطفالها. So I just got an email. They know where I live. They have got my daughter's details on the email. My daughters are involved now in this. As some of you might know that my car was damaged in this whole thing. Like some of you have found old pictures of me and uploaded it on TikTok without my hijab. فالأمر تخطى مرحلة الترويج، لذلك في طرحنا يجب أن نتخطى مرحلة التحذير ونقفز إلى مرحلة الدفاع. حماية نفسك وإخوتك وأهل بيتك مسؤوليتك الآن. وهذا جواب على سؤال أجده يتكرر في تعليقات كل حلقة نتحدث فيها عن أخلاق الغرب. تجد أحدهم مثلا يقول: إحنا مالنا يا محمد، لماذا تتناول أخبارهم؟ لماذا حلقاتك الأخيرة كلها انتقاد؟ ببساطة لأن الأمر أصبح قريبا جدا منك ومن أهلك ومن إخوتك الصغار. تخيل أن الأمر وصل بهم لأن يذهبوا إلى مكة والمدينة المنورة ويقوموا بقراءة القرآن هناك ويخبروك أنهم متحولون ولكنهم لا يقلون شيء عن أي مسلم آخر. الله الصمد. C'est très important pour moi, pour nous, d'y aller, d'être là physiquement, de montrer qu'on existe, qu'on fait partie de la communauté, qu'on a les mêmes pratiques finalement. أو تجد شخص شاذ يخبرك بكل وقاحة أنا مسلم مثلي. فنحن الآن في معركة وعي ودفاع عن أهلنا. هذه الحلقة أيها الأحبة خطيرة لدرجة لو استطعت مشاركة هذه الحلقة في القمر افعل، فهي معركة وعي. يا رجل، عندما كنا صغار ونسأل ماذا تريد أن تصبح في المستقبل كانت إجاباتنا ما بين أن أصبح طبيبا، مهندسا، معلما إلى آخره. واليوم صغارنا يجيبون أريد أن أصبح لاعب كرة قدم أو يوتيوبر. كنا نرى أن المعلم والطبيب والمهندس هم القدوة التي نطمح بالوصول إليها، واليوم صغارنا قدواتهم لاعبي كرة قدم ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. فتحول مؤثر عالمي مثل كريس لأنثى ودعم المجتمع له كما فعلت يوتيوب من حسابها الرسمي، صدقني هذا سيجعل طفلك يأتي إليك يوما ويخبرك: أبي أريد أن أتحول لأنثى
كما فعل المشهور الفلاني، المشهور المؤثر الحقيقي به وقدوته. لو سألت نفسك إلى أين نتجه، تدرك أن هذه مجرد تدرجات بدأت بالترويج للألوان، ثم بنشر وتطبيق التحول الجنسي، ثم بالبيدوفيليا واشتهاء الأطفال، وصولا إلى نكاح الحيوانات والبهائم. يا رجل، إسبانيا أصدرت قانون يجيز ممارسة الفاحشة مع الكلاب طالما لا يؤذيها، تخيل. وفي استطلاع رأي تم سؤال الغرب: هل من الأخلاق ممارسة الفاحشة مع دجاجة ميتة؟ اسمع الإجابات. If someone wants to make that choice, they should be allowed to. I guess morally right, I don't believe it's morally wrong. Definitely not socially acceptable, but I don't believe it's necessarily morally wrong. إجاباتهم كلها ليست أخلاقية وتنطوي على حب الشهوات المطلق، وحجتهم في تحولهم حتى غير منطقية. فإذا سألتهم لماذا تتحولون؟ اسمع. Okay. How do you know that you're a woman? So first of all, listening to transgender people, looking at yourself in the mirror and not recognizing yourself, hearing compliments, feeling alone, even when you're surrounded by guys, I know because they tell me. You need them to tell you what you are? Yes. If most women voted and said they don't see you as a woman anymore, would you then relent and say I'm not a woman? من قصة كريس وتغريداته وأنه كان يأخذ هرمونات خلال الفترة الماضية، لاحظ في التعليقات أن الكثير من المراهقين توهم أن التحول الجنسي أمر بسيط، مجرد أن تأخذ هرمونات كما فعل كريس وتتحول. فخوي البعض أنك لتتحول من ذكر لأنثى كما فعل كريس هو مجرد قرار شخصي وليس لديه أي عواقب طبية. دعني أخبرك أن الهرمونات التي يأخذها كريس ومن شابهه هي دواء يحتوي على هرمونات أنثوية. نحن نعطي هذا الدواء إلى النساء ما بعد سن اليأس لحمايتهم من سرطان الثدي والجلطات الدماغية وأمراض القلب. ولكن عندما يأخذ ذكر هذه العلاجات يكون تأثيره سلبي جدا عليه، لأن أول شيء تفعله هي قمع الهرمونات الذكورية لديه، الهرمونات المسؤولة عن صوته الخشن، كتلته العظمية والعضلية العالية، وعليه يصبح شكله ناعم وهزيل، لديه كتلة عظمية وعضلية قليلة كالنساء. هل يعني ذلك أنه تحول لامرأة؟ لا، هو فقط أصبح لديه خلل في هرموناته. فحينها يذهب المتحول ويستأصل جهازه التناسلي الذكوري ويقوم بعمل تجويف يشبه الرحم لديه، معتقدا أنه بذلك أصبح أنثى. أيضا هل أصبح هكذا أنثى؟ لا، فقط هو أصبح لديه تشوهات في جهازه التناسلي وخلل في هرموناته لا أكثر. لذلك سبحان الله، الجسم عبارة عن توازن، الله سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن تقويم. فعندما تتلاعب في هذا التوازن ستتعرض لمشاكل طبية ونفسية كثيرة. اكتب عندك: 3/4 حالات الإيدز حول العالم بسبب الشواذ، حتى أنه قديما كان يسمى بطاعون المثلية. نسبة الإصابة بالإيدز بين الشواذ 22 ضعف حد الطبيعي. 83% من حالات الزهر بين المتحولين جنسيا. بل أن سرطان الشرج بين الشواذ أكثر ب7 مرات من معدله الطبيعي. ماذا نفعل لندافع عن أنفسنا وأهلنا من هذا الوباء؟ أولا الجانب الفكري، حصن نفسك وأهلك أن يكون لديك حصن عقدي وشرعي قوي، أن يعرف الأطفال أن هذا أمر خطأ وليس أمر بسيط كما يصورون، أن تحرص على رعيتك، أنت مسؤول عما يشاهدون، بمن يتأثرون، لحين امتلاكهم عقيدة قوية ثم تركهم ينطلقوا في الحياة. فلن تتمكن من نشر الوعي دون أن تكون عارفا بشبهاتهم وكيف تجيب عليها، لأنهم مخادعون، سيخدعونك بالعلم والدين كما عرضت لك، فلا تنخدع بهم. وهنا أنصحك بكتيب للدكتور هيثم طلعت جزاه الله خيرا، يلخص فيها كل شبهاتهم ويجيب عليها بطريقة علمية مبسطة يفهمها الجميع، والكتاب تنزيله مجاني أنصحكم بقراءته. ثانيا مقاطعتهم، لا تشاهد لهم مقطعا ولا تعلق لهم تعليقا ولا تشتري منتجاتهم ولا تحمل تطبيقاتهم ولا تلعب بألعابهم. فلا تستهن وتستهزئ بهذا الأمر وتقول كيف أفعل ذلك أو أن هذا الأمر لا يؤثر، بل أثر ويؤثر، فهم لصوص فلا يسرقون منك دنياك وآخرتك. أيها الأحبة، الموضوع كبير وحماية نفسك وعائلتك مسؤوليتك الآن، فهي معركة وعي. في النهاية شاركني برأيك بمكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.